لولا انكتب رقم البلاغ الهتلري، ولولا صرخ صوت النفير العسكري، ولولا هنيبة على الفنيق منستعيد وأمجاد قرطاجة العريقة بتنبري، ولولا نبوخذنصر بيرغي وعيد وسرجون بالصحراء جيشه بيندري، ولولا صح فرعون يجتاح الصعيد وطاش وبطش عنف القوى الإسكندري، ولولا لقي المأمون هارون الرشيد وكسرى أنو شروان يغزي المشتري، ولولا رجع نيرون نيران ويزيد وسيطر هولاك بجحف جيشه البربري، ولولا فتك ظلم شقى عبد الحميد وكسر قيود الذل عبس العنتري، ولولا انطفت بسمركة حصانه يميد وطاح بحرم قصر الملوك المرمري، ولو طل نابليون على العالم جديد ورمحه خلع باب البلاط القيصري، كلن سوا ما عادلوا بقائد عنيد شمخة شرف رفضت وطنها تسلموا لفظة سلبرت بالكلام الجوهري. القصر ناطر حدا تحلف يمينه بلا ما تسألوا هالشخص مينه، أكيد بيعرفوا ويعاون عنك انت عونه ضميره بعد منك وطننا المبتلي الله يعينه. يا قائد الأحرار يا أشرف ملك، شخصك شموخ وشمل جمهورك ملك، القصر ومداره ناطرك تجلس رئيس كرسي الرئاسي ما بتلبق غير إلك.